بعد هذه الجولة التاريخية المفعمة بسحر البطولة والأنوار، يتملكنا شعور تمتزج فيه العواطف، لأننا في رحاب رجل استثنائي إلى حد الأسطورة، وأمام بطل فوق العادة، وهو العالم الزاهد المتصوف والمجاهد بالسيف والقلم، والإنسان الشاعر المحب ورائد من رواد الحوار والإنسانية والتسامح والسلام. ما أحوجنا اليوم ونحن نتطلع إلى بناء الجزائر الجديدة إلى استلهام مسيرة هذا القائد الاستثنائي وبحث القيم الكبرى التي يجب أن تكون نبراسا لدى الناشئ من أبناء الجزائر، فهي من واجب الذكرى والذاكرة معا التي ما فتئ السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يدعو إلى مزيد الاهتمام برموزها وتاريخها.